استلمكم عشاق وعشاقة الدراجات النارية في قناة نينجا رايدر. بالنسبة للواقعة اللي وقعت في 25 شتنبر يوم الأحد، الشرطي عبدو مراد، يعني الفيديو اللي انتشر بواحد انتشار كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة كاينين شي أخبار يعني مغلوطة، الناس اللي كاينين شي واحد اللي كيقولوا الله يرحمه، يعني بالنسبة لهاد الشرطي هذا راه باقي حي ودابا راهو في يعني في المستشفى، دابا حالته راه مزيانة. واللي مشى عنده الفنان الكوميدي محمد الخياري للمستشفى وكيقول انه الحالة تاعو الان جيدة يعني مستقرة. وما تنسوا انكم تهبطوا لتحت تدعوا ليه بالشفاء في التعليق. وبالنسبة لأي أي خبر يعني سمعته خصكم تتأكدوا منه عاد ديك الساعة، يعني تعرفوا بصحة الخبر واش انه صحيح ولا لا. وبالنسبة للمستتع اللي يعني ضرب الشرطي، دابا راه شدو جوج مشتبه بهم وكيحققوا معاهم. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، متنساو جيم بارطاج، ونتمنوا انه الميساج يوصل. وبالنسبة لدوك الدراري ما كانوش انهم قاصدين يضربوه ولكن كانوا مطورين.